أعلن مدرب منتخب هولندا داني بليند استبعاد كل من ميمفيس ديباي وروبن فان بيرسي عن تشكيلة منتخب الطواحين لمواجهتي ويلز وألمانيا الوديتين الشهر القادم. هذا ويعاني ديباي من إصابة في الركبة أدت إلى عدم اختياره، بينما تم إبعاد فان بيرسي بعد فشله بحجز مكان في التشكيلة الأساسية مع ناديه في فنربخشة التركي.